دكتور، ابتداء لو تعرف لنا ما هي المزية التي جعلها الله تبارك وتعالى لهذا الشهر العظيم من فضائل، ومتى فرض علينا هذا متى فرضت علينا هذه الفريضة؟ في بداية هذا الأمر نتوجه بالتحية للأمة العربية والأمة الإسلامية بقدوم سيد الشهور وأفضل الشهور، والذي فيه ليلة هي أفضل الليالي، شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركة. آمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن في هذا الشهر الكريم دماء المسلمين. آمين. هذا الشهر عبادة عظيمة خصها الله تبارك وتعالى بخصائص، منها ما أخرجه البخاري في صحيحه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله تبارك وتعالى أكرمنا من بين سائر الشهور بشهر نقضي بياض نهاره بعبادة عظيمة وثواب جزيل، وفيه حكم سامية. فهذا الشهر هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، شهر قراءة القرآن، شهر صلة الأرحام، شهر إطعام الطعام، شهر صفاء الروح وتزكيتها. فهذا الشهر، شهر رمضان، هو أفضل الشهور. الله تبارك وتعالى فرض علينا صيامه في السنة الثانية للهجرة، بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة زادها الله شرفا. الله تبارك وتعالى فرض عليه في السنة الثانية من الهجرة صيام شهر رمضان، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات توفي بعدها. فصيامه مهم وهو فرض على المسلم، ولذلك كما تفضلتم لا بد لمن دخل عليه شهر الصيام ولم يكن تعلم أحكامه أن يتعلم أحكام الصيام، يعني هذا فرض على المكلف أن يتعلم كيف يصح الصيام، ما هي مفسدات الصيام حتى يصحح صيامه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فكثير من الناس لا يعرفون أحكام الصيام فيقعون في المحذور وهم لا يعرفون. فالعلم نور، والتعبد على جهل لا ينقذ صاحبه يوم القيامة.